يعني المرض الذي يضر معه الصوم، والمرض لاني مثلا افرض عندي قرحه بمعدتي، اذا بدي صوم وما ممكن الا لازم اخذ ادويه بالنهار، نعم. اذا بدي صوم يعمل لي الم شديد شديد لا يتحمل، ويطول بدل ما اشفى بشهر بصير بدي شهرين وثلاثه وهكذا. هؤلاء الناس رخص لهم الافطار، بل وجب على بعضهم الافطار، بل لا يجوز لهم الصيام احيانا.